بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء المتميز، نتكلم به على وصفة لتقوية جهاز المناعة، طبعا وصفة منزلية أنا شخصيا بعتبرها من الدرجة الأولى. تعالوا نحضرها مع بعض. ناخذ المقادير في الأول، عبارة عن الثوم وبصل وبذور عين الجرادة وحبتين طماطم، تمام، مع إمكانية إضافة زيت الزيتون والفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة. كيف نعمل هذه الوصفة؟ بداية ندق عين الجرادة، وإن رغبنا بالفلفل الأخضر، ودرسين أو ثلاث من الثوم، ندقهم جيدا حتى يصبحوا ناعمين. بعد ذلك نضيف البصل، ونفضل البصل الأحمر قطعة متوسطة الحجم، نقطعها صغيرا ونخلطها مع المزيج من الثوم والفلفل الأخضر وعين الجرادة. بعد ذلك نضيف أخيرا الطماطم البندورة قطعتين متوسطة الحجم، نقطعهم صغيرا ويتم خلط المزيج مع بعضه البعض. طبعا نضيف قليل من الملح، يفضل الملح الصخري أو ملح الهيمالايا، ونضيف حسب الرغبة زيت الزيتون إن أحببتم. ما هي هذه الوصفة وماذا سوف تعمل؟ أولا، هذه الوصفة نبدأ بعين الجرادة، أنها الأغنى في البوتاسيوم، ومن منا لا يحتاج البوتاسيوم؟ والبوتاسيوم هذا أهم معدن في جسم الإنسان، وهو من المعادن الجيدة. البصل والثوم يتربع على عرش المناعة، هذول يعني قيمهم المناعية وتقويتهم لجهاز المناعة شيء كبير جدا. الثوم به مادة الأليسين، ونحن هرسنا الثوم، وإذا فاكرين تكلمنا الفرق بين بلع الثوم وهرس الثوم. فهرس الثوم هنا يحفز جهاز المناعة ويحفز الدورة الدموية وينشط الأكسجين وينقل المواد التغذوية من خلال الدم إلى جميع أعضاء الجسم. والبصل كذلك لدينا مواد عديدة، لدينا الكورسيتين. الكورسيتين هناك أبحاث كثيرة تدل على قوته في دعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى مواد الأليسين أيضا مثله مثل الثوم. ولا ننسى أيضا أن البصل الأحمر تحديدا هو مضاد للالتهابات ومخفض لنسبة السكر أيضا في الدم، فيمنع أي مظهر من مظاهر أيضا الالتهابات أو لا سمح الله ارتفاع في نسبة السكر، وأخص هنا بالذكر أكيد مرضى السكر. أضفنا كذلك لهذا الطبق الفلفل الأخضر، فلفل الأخضر الحار أو الفلفل الأخضر الحلو كما يترغبون، كلاهما غني جدا في الفيتامين سي. الفلفل الأخضر الحار، من يرغب بالفلفل الحار، هذا شيء جميل، وهذا مضاد للالتهابات ومحفز للمناعة، وأيضا غني في الفيتامين سي، والفيتامين سي نحن بحاجة له بشكل كبير جدا. أضفنا كذلك الطماطم البندورة، البندورة فيها الليكوبين الذي يمنحها اللون الأحمر، هذا الليكوبين مضاد للأكسدة، ونحن بحاجة إلى مواد مضادة للأكسدة. تعالوا نشوف إذن الخواص. لدينا الآن بوتاسيوم، لدينا فيتامين سي، لدينا مواد مضادة للالتهابات، لدينا مواد مضادة للأكسدة. كل هذه المواد إذن جميعها تحفز من مين؟ من جهاز المناعة. هذا طبق بسيط، طبق رخيص الثمن، طبق مفضل لذيذ طعم من جميع النواحي. إن ما أضفنا لهذا الطبق زيت الزيتون، فأضفنا قيمة تغذوية وقيمة صحية أيضا من خلال وجود الأوليك أسيد، هذا حمض الأوليك
قلنا سابقا أنه يذهب مباشرة إلى الدماغ، ونحن بحاجة إلى الدماغ الآن ليكون في قمة الحيوية والكفاءة تبعته عشان يعطي الأوامر ويستقبل أيضا الأوامر بشكل جيد. هذه الوصفة قاتلة للفيروسات على وجه التحديد، وقاتلة أيضا للجراثيم، وأيضا مضادة للالتهابات بشكل قوي جدا. وإذا كانت حدة الرشح أو الإنفلونزا كبيرة جدا، ما عليك إلا أن تضاعف كمية البصل وكمية الثوم على وجه التحديد، بدل ما نحط حبة حط حبتين، وبدل حبتين حط ثلاثة، وبدل فصين أو ثلاث من الثوم ممكن أن تضع 4 و5 فصوص من الثوم، وتأخذ نتيجة فورية فورية. أنا أحب كمان هذا الطبق أن نأخذ مساء آخر كون شيء، وبعدها نذهب ونخلد إلى النوم، لأن النوم مساء مهم لتقوية جهاز المناعة. وشوف حالك كيف الصبح راح تصحى في نسبة عالية من التعرق، وهذه معناه أن خرجت هذه السموم كلها من الجسم، وتكون إن شاء الله بصحة وعافية. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.